اعزائي المشاهدين، لازلنا في الملف ديال اتلانتيك بيتش اللي اليوم كانت واحد الفرحه كبيره بالنسبه للمنخرطين ديال هذه الوداديه اللي تنفسوا الصعداء بتاييد الحكم ديال 10 سنوات على نوفل الورادي. معايا عزيز من ايرلندا، حتى هو واحد من الضحايا ديال سي عزيز. معمرك جيتي للمحاكمات؟ اول مره كنحضر المحاكمه الحمد لله. تنصفنا اليوم بعد ما تخدمنا اول مره، ومن هنا كنوجه الشكر باسم جميع المنخرطين لصاحب الجلاله اللي تدخل في الحكم الاول ورجعوا ضانين باش يتعاود يتحكم بطريقه عادله، والحمد لله ربي نصفنا. وراه كنشوفوا دابا الفرحه ديال المنخرطين كلهم فرحانين، لانه بعدا على الاقل غيتشفى لهم شويه الغليل ديالهم. سي عزيز، انت كيفاش عرفتي المشروع وكيفاش انخرطتي فيه؟ انخرطت وشحال دفعتي فيه؟ انخرطت انا في المشروع، دزنا من المنصوريه كنقلبوا على دار باش نشريوها انا والزوجه ديالي والاطفال. الاطفال كانوا ديك الساعه عام، دابا تبارك الله راه 11 سنه. راه انا شريت في 2012. دزت اول شيء استقبلتني لا سكرتير وما قالت ليش راه وداديه، ودفعت في جوج ديور، دفعنا في جوج ديور. ومن بعد كندفعوا كل شهر كل شهر، حتى وصلنا واحد 69 مليون و70 هكاك. فاش جيت للمغرب كنتفاجئ بالمنخرطين تيقولوا راه السيد راه نصب علينا وراه دار علينا دي كريدي ودار علينا شحال من حاجه. الحمد لله كاينين مشاكل في الوداديه، راكم عارفين هذه الوداديه القصه ديالها. راه اللي بغى يعرف القصه ديال الوداديه ممكن يرجع للارشيف ديال صوت العداله، راه كاينين استجوابات مع الاخوان وشرحوا فيها بزاف ديال المسائل. ما كاين علاش نبقى نشرحها عاوتاني انا من الاول. والسلام، راه كاينه عمليه النصب. هذه العمليه النصب اللي خرج فيها الورادي بواحد صرح مؤقت، والاخوان بالمساعده ديال الصحافه والمساعده ديال سميتو المجلس الاعلى للقضاء وسيدنا حسوا حتى هما بهذا الظلم اللي حسينا به، رجعوه وتحكم محاكمه عادله. والحمد لله الاخوان، الحمد لله الناس راه فرحانين، راه تأيد الحكم. وماشي غير تأيد الحكم، كاين حتى الحقوق المدنيه، الحقوق المدنيه تأيد الحكم الابتدائي بجميع اسميتو ديالو. شكرا سي عزيز. اعزائي المشاهدين، كيف سمعنا من سي عزيز، فاغلب المنخرطين فهم كلهم كيقولوا بلا مشاو شراو ما عارفينش بلا وداديه. رجاء تقدمي معايا معنا رجاء الحياحة، فشفناها في عدد كبير ديال الفيديوهات، شفناها نهار اللي خدا الورادي الصراح المؤقت، كيفاش كانت كتمرغ في الارض بواحد الهستيريا. رجاء، كي جاك الحكم ديال اليوم؟ هو كنا كنتمناو انه ياخذ واحد 20 عام ولا 30 عام ولا ياخذ حتى مؤبد كاع، عرفتي علاش؟ باش يبقى عبره للوداديات كاملين، ما يبقاوش ينصبوا على عباد الله ويطبقوا هذاك القانون ديالهم. مي كومين بعد هذيك 10 سنين تم التأييد ديالها الحمد لله، كذلك المطالبين بالحق المدني تم التأييد الحكم ديالهم، ولكن حنا ما مفكينش على رزقنا لانه مازال اون اون تران دو شيرشي لي زادريس ديال باقي اعضاء المكتب لي كوميرسيال، منهم هشام، منهم حكيم البحيرات، منهم البويري، الورتيني، الزلافي، نوال الكلدود، هادو غادي نتابعوهم وما غاديش نوقفوا على حقنا. كذلك باقي يلاه اول ايتاب دوزناها الحمد لله، كتشوف الناس ما مصدومين، ما عرفنا نبكي ولا نضحكوا. عندنا الحكم ديال، لكن ضحكتي؟ لا شويه بكيت، هي في الاول بكيت، بكيت في الاول، مي صافا الحمد لله. دابا عندنا الجلسه بعد غدا نهار الاربعاء ديال الجمع العام اللي كانوا كيقولوا لنا في السلطات انه المقر ما كاينش تما، عندنا اثباتات وعندنا الاستئناف هنا. كنتمناو انه ناخذوا الوصل ديالنا باش نحلوا المكتب بالرئاسه ديال الحاج نور الدين الجوير والمجموعه اللي تابعه الطريق الشرعيه والقانون. وكذلك كنقول لبعض المنخرطين اللي هما باقي متبعينه، حنا التران راه غادي يعني ولو غيوقف لنا راه غادي نزيدوا، والا بغاو يجيو يتجمعوا مع خوتهم يجيو يتجمعوا مع خوتهم
ونشوفوا كيفاش نديروا باش نكملوا هذاك البروجي، والبنكة كذلك اللي هي القاضي الفلاحي والبي ام سي لانه دارت المشروع في المزاد العلني. عندنا حتى هي ماشي كنتكلموا الحمد لله من الفراغ، عندنا اثباتات وباقي غادي في النضال ديالنا. كنشكر من هذا المنبر جلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي هو اعلى سلطه في البلاد، وكذلك النيابه العامه، وكنشكر بزاف الهيئه الجديده لإيدات الحكم وفتحات الملف. كنشكر كذلك استاذ غريب استاذ بوخليق، كنشكر جميع المناضلين والمناضلات سواء من الخارج اللي كانوا كيديروا الوقفات في فرنسا ولا داخل المغرب، والحمد لله حنا ايد في ايد ورزقنا ما غاديش نضيعوا فيه بجد. الله شكرا رجاء. اعزائي المشاهدين ويل الله مرحبا. نقولوا بغيت نقول لكم ان حسن الورادي لحد الان ما شناش، والزوجه ديال نوفل الورادي نوال الكردود خاصهم خاصنا يتابعوا، حيت هما اللي عندهم فلوس ديال المنخرطين. هذا الشيء كيبقى مساله ديال القضاء، ما نقدروش من هذا الشيء. هذا كامل خاص المنخرطين عرفوها، لان دابا السيد هو تحكم خدا 10 سنين ميكرو يعني الا الناس كتقلب على المصلحه ديالها وبغات تحاول يعني توصل لهذاك الهدف ديالي اللي هو الشقه ديالها، خصهم يتجاراو الليل والنهار باش يديروا مكتب. واقرب طريقه باش يديروا المكتب هو يفعلوا المكتب اللي ديجا الناس ضربوا عليه تماره باش كونوه. الناس كاين شي ناس مشاو داروا التعرض لهذا المكتب هذا باش عيني تبتوا النيه الحسنيه ديالهم بانهم باغين الشقه ديالهم يمشيو ام ويسحبوا التعرض ديالهم من المحاكم. اذا هذه دعوه ديالكم للاخوان المنخرطين الاخرين. غاديين حنا تكوين المكتب ونمشيو لانتخابات جداد، ماشي هذا هو المشكل، ولكن باش ديروا في هذه الظروف هذه، باش ديروا في هذه الظروف هذه ديال كورونا وتحديد التجمعات في 50 الى اخره، باش دير جمع عام ديال الوداديه اللي فيها 1000 ديال البشر واللي الاغلبيه ديالهم في الخارج، راه شيء برسك مستحيل. دونك الناس الفرع ديال المشروع الطريق باش نمشيو ليه هو المكتب. الفلوس فين مشات هذا فرع اخر، والقضاء راه ما غاديش راه غنمشيو فيه، وخا تحكموا هادو راه غادي نمشيو في الفرع، ولكن باش نصوبوا المشروع خاصنا مكتب وخاصنا تمشي تجري في هذا. اعزائي المشاهدين غادي نقدموا الشكر حتى هنا بدورنا للقضاء المغربي النزيه اللي كينصف اي مظلوم، هضر على حقك تاخذ حقك. اعزائي المشاهدين كان معكم في تعليق الحرابه بالكبير، وراء الكاميرا عفاف عبد القادر، الى اللقاء.